وزي يا جماعة ما بنتكلم هنا التحكيم المصري عندنا قضية عادلة، واعتقد بان قوي يعني على مدار يعني سنوات واحنا عندنا فكرة التحكيم قضية رئيسية، وبان كمان معانا الموسم ده ان احنا عندنا هدف. احنا يا جماعة لما بننتقد حكم ولما بننتقد حالة تحكيم عمر ما كانت القصة ان عشان النادي الاهلي فقد دوريين جزء اصيل منهم كانت الاخطاء التحكيمية، لا احنا حتى والنادي الاهلي الموسم اللي فات بطل دوري بننقد التحكيم، حتى الموسم ده والنادي الاهلي ماشي بشكل جيد بننقد التحكيم، بس الهدف ايه؟ لان لما نبدأ نستعرض وتروحوا معانا في الفقرة دي هتعرفوا حاجة اللي كان أسامة بيتكلم فيها من شوية ونهى بيها، لأن يا جماعة القصة كلها في كده. أنا بقول في لوبي تحكيمي وفي مجموعة تحكيمية هي حرب تكسير عظام. طول ما أنا بره فكرة الخبير الأجنبي هتعطلني كتير جدا، وأوعوا تصدقوا اللي بيقول دلوقتي أنا بره يا سيف، أنا بره يا إبراهيم، ومش هدفي إن أرجع تاني، وخلاص أنا زاهد التحكيم يا بره. أوعوا تصدقوا الناس دي. اوعوا تصدقوا الناس دي، الناس دي تسببت كتير جدا كتير جدا في تأخير التحكيم المصري لسنوات. وبص على المنتج النهائي اللي ما عندكش فيه كان حكام في اي مباريات قوية في افريقيا ولا بين المنتخبات، عشان تعرف ان اللي بيحصل دلوقتي ومحاولة الاصلاح انت عامل زي اللي استلمته مريض يا أسامة، جسمه متهالك عنده امراض كتير جدا، ولما بدات تحاول تدي علاج طبيعي في بدايه العلاج هو هيضعف اكتر وهيتعب اكتر، ولكن في ناس اساسا عايزه العلاج ده ما يتمش ابدا. هم عايزين يتعبوا دايما، وعشان كده هم ماشيين بقاعده انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. وفيها الخفيه؟ لا، ما هو المصريين ايه يعني، خبير تحكيم مصري وخبير تحكيم مصري، ده رئيس لجنه حكام سابق وده رئيس لجنه حكام اسبق، ده بيطلع ينتقد المصري لما يكون موجود عشان يدخل، والكلام ده يعني ما بنقصدش بيه حاجة، هو في النهاية ده اللي بنشوفه على أرض الواقع، لكن لما بيجي خبير تحكيم أجنبي الكل بقى بيتكاتف من أجل الإطاحة بخبير التحكيم الأجنبي، ده هيوقف سوء رئيس لجنة الحكام المصري. إحنا في النهاية مصلحتنا إيه؟ مصلحتنا إن يكون أنا موجود رئيس لجنة حكام، ولا مصلحتنا إن التحكيم المصري يكون بخير؟ إحنا مصلحتنا التحكيم المصري يكون بخير، عشان كده غير مبرر على الإطلاق فكرة الهجوم على كل رئيس تحكيم أجنبي. بالمناسبة له أخطائه وإحنا هنا بننتقد الأخطاء، ولكن هي الفكرة كلها في رفض إن المنصب ده يكون لرئيس لجنة حكام أجنبي. لما يجي يتقال أصل أنا لواء وما اشتغلش تحت إيد مجند، فيجي واحد يقول لهم خد بالك بقى ده وأنت حكم أنا كنت خبير، ده وأنت حكم أنا كنت صحيح. خبير. وده اللي عامله بريرة لما وجه رسالة من خلال برنامج الزميل كريم رمزي، قال بوضوح لكابتن عصام فتاح لما جت صورته قال كان حكم في كأس عام 2006 وأنا كنت محاضر، لما جت صورة كلاتنبرج حتى قال كان حكم وأنا كنت محاضر. فالشماعة اللي كان بيتعلق عليها انتقادات كلاتنبرج مش موجودة عند بريرة، فلماذا يتم الهجوم على بريرة من أول ثلاث جولات في وجود أخطاء، زي ما كان في أخطاء بالتأكيد في الخبير التحكيم رئيس لجنة الحكام المصري. يا أسامة ده إحنا عندنا راجل زي بريرة كان في الدوري البرتغالي وفي الدوري الروسي، والتعامل معاه دلوقتي ده يا جماعه كانه راجل جايبينه من الشارع. كلاتنبرج كان ايضا في دوريات كتير جدا وراجل ليه باع، وفي الدوري اليوناني وغيره، وكان الراجل ده يعني احنا اتضحك علينا وجايبين اي حد.